من برشلونة ينضم إلينا موفد الغد عمر بشير. عمر، آخر مستجدات الوضع لديك على ضوء هذه الاحتجاجات؟ نعم لينا، الأوضاع الآن هادئة، ولكن هذا لا يعني انتهاء المظاهرات أو المواجهات، لأنه على غرار الأيام الماضية دائما ما كانت المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة تبدأ بعد 6 والـ7 بالتوقيت المحلي وتستمر حتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل، وتبلغ الذروة بعد منتصف الليل عبر إلقاء الحجارة وبعض القنابل الصوت من الشرطة على المتظاهرين ردا على ما يقوم به المتظاهرون من عمليات إحراق. على أي حال، صباح هذا اليوم ومنتصف هذا اليوم قام حزب مواطنون المؤيد لبقاء كتالونيا في إسبانيا بتنظيم مظاهرة توجهت إلى مقر الحكومة الكتالونية بالقرب من هنا، وأيضا توجهت ثم إلى هذا المكان وهو مقر الشرطة الإسبانية الوطنية المركزي في مدينة برشلونة، دعما لما قامت به الشرطة ومطالبة بالحفاظ على وحدة إسبانيا بما فيها إقليم كتالونيا. كانوا يهتفون ويؤيدون الشرطة وقدموا لهم هذه الورود منذ صباح اليوم. على مدار الأيام الماضية برشلونة في الصباح تكون مليئة بالداعمين والرافضين للانفصال، ثم في ساعات الليل يختلف المشهد ويتصدر المشهد أنصار الانفصال والرافضين لقرارات سجن قيادات الإقليم من قبل المحكمة في الحكومة المركزية في مدريد. وزير الداخلية كان له مؤتمر صحفي قبل قليل، دعا فيه رئيس الإقليم كيم تورا إلى نبذ العنف بشكل واضح وعدم التلاعب بالألفاظ، مجددا دعوة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بيدرو سانشيز لزعيم الإقليم إذا ما قبل أو اشترط بقبول الدخول في حوار هو أن ينبذ بشكل مباشر رئيس الإقليم العنف، وهذا الموقف لم يعلنه بشكل مباشر رئيس الإقليم، ربما لحسابات الانتخابات التي سوف تدخل فيها البلاد في 10 من الشهر المقبل. الجميع يحاول أن يستغل المشهد لموقفه في صالح هذه الانتخابات. ربما تكون هناك مظاهرات في ساعات المساء في نهاية هذا الشارع كما جرت العادة في الأيام الماضية. أشكرك جزيلا عمر بشير، موفد الغد إلى برشلونة.